احنا طبعا اول ما عرفنا ان في مهرجان هيحصل اتبسطنا جدا، بس كنا خايفين علشان مش عارفين هننفذه ازاي، بس نفذناه بطريقه ان احنا قررنا ان احنا نعمل سيشنز اون جراوند والناس تحضرها في يعني الفعاليات تبقى موجوده في الجونه، وفي نفس الوقت الناس اللي مش هتعرف تيجي علشان الكوفيد يشوفوا الحاجات دي على لينكس، وفي نفس الوقت احنا لو في جاست عايزينه يعمل محاضره مثلا وهو مش هيعرف يسافر، قدرنا ان احنا نعمل ان هو يتكلم من بره واحنا نسكرين ده هنا. ومعانا ماستر كلاس لدي او بي احمد المرسي، طبعا معروف بيشتغل في افلام كتير زي في الازرق 2 وافلام تانية كتير، فدي تكنيكال ماستر كلاس فهتفيد الناس كتير قوي اللي عايزين يعرفوا حاجات اكتر عن التصوير وكده. وعندنا ماستر كلاس مع المخرج بيتر ويبر اللي هو بارت اوف ذا جوري برضو، فبرضو احنا متحمسين جدا على ده. طبعا الفريق المختص للموضوع ده اللي هو سبرينج بورد، سيني جونا سبرينج بورد، بيفضلوا يعني في تتابع مع الفيلم ميكر عشان يشوفوا ازاي الفيلم تطور من مجرد فكره او سكريبت لدرجه ان هو بياخد جوائز في المهرجانات، فطبعا بيتم التتابع على طول عشان ده بياكد اهميه سيني جونا ان جنرال.